معكم محمد الفيومي من فريق سولفر تو بي. اليوم رح نحكي عن السؤال الثالث من أسئلة الجي آر إي يلي بنعملها بوست كل يوم الساعة 7 على صفحتنا على الفيسبوك. السؤال كان كالتالي: إذا كان لدينا المعطيات التالية X و Y لا يساوي صفر، وعندنا A على XS يساوي 632 و A على YS يساوي 158، وحكينا أن الكمية الأولى تساوي X والكمية الثانية تساوي Y، ومعطينا الخيارات التالية: الخيار الأول الكمية الأولى أكبر، الخيار الثاني الكمية الثانية أكبر، الخيار الثالث الكمية الأولى تساوي الكمية الثانية. أما بالنسبة للخيار الرابع لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات. طريقة حل السؤال: هسه هون لو فرضنا قيمة A وقيمة S بتساوي لنا 1، راح تصير المعادلات كالتالي: 1 على X يساوي 632 و 1 على Y تساوي 158. هون قمنا بفرض قيمة S وقيمة A لاستثنائهم من المعادلات بحيث نتمكن من إيجاد قيمة X وقيمة Y. هسه هون عشان نطلع قيمة X وقيمة Y لازم نعمل عملية ضرب تبادلي، فبصفي عنا المعادلات كالتالي: X بتساوي 1 على 632 و Y بتساوي 1 على 158. إذن الكمية الأولى بتساوي لنا 1 على 632 واللي هي بتمثل لنا قيمة X، والكمية الثانية تساوي 1 على 158 واللي هي بتمثل لنا قيمة Y. والخيار اللي بنطبق عندنا هنا من الخيارات المتاحة أمامنا اللي هو الخيار الثاني. إذن الجواب الصحيح هو الخيار الثاني، الكمية رقم 2 أكبر. كان معكم محمد فيومي من فريق سولفر تو بي. لا تنسوا تابعونا كل يوم الساعة 7 المساء مشان تشوفوا السؤال الجديد، ولا تنسوا تعملونا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم.